لكن خليني اروح لمانشستر يونايتد. هل آن الاوان انه مانشستر يونايتد اللي فشل في نهائي الدوري الاوروبي الموسم اللي فات قدام فيا ريال انه يفوز بالبطوله، او انه فشل ياخد بطوله الدوري عام وكان قريب كانت عنده فرصه جيده السنه اللي فاتت انه ممكن يتوج ببطوله الدوري او ببطوله اوروبا او على الاقل الاقيه في المربع الذهبي في وجود سولشاير؟ هتبقى صعبه شويه في وجود سولشاير، صعبه شويه. يعني انت ضد سولشاير كده من البدايه؟ لان مفيش حاجه اختلفت الموسم ده. ضد الفرق الصغيره نفس المشاكل اللي بتقابله لما بيلعب فرقه بتقفل المساحات ما بيقدرش يخترق الملعب. الفرق اللي قصاد المدربين اللي قصاده بيجروا شويه للعب البطيء في التحضير. مانشستر يونايتد دلوقتي من ابطا الفرق الكبيره اللي ممكن تشوفها بتحضر هجمه. عنده ثنائي وسط ملعب اعتقدش ان هو يليق بمانشستر يونايتد، فريد وماكتوميناي. كان لازم تدعيم وسط الملعب. الباك اليمين كان ثغره كبيره في وجود بيساكا، خصوصا هجوميا ضعيف جدا. كان لازم تريبيه في الصيف. وجود كريستيانو ما تشبعش صفقات ولا لا صفقه كريستيانو رونالدو اللي حصلت في الاخر دي هي اللي الباكت الدنيا. يعني اعتقد ان هو وجود كريستيانو رونالدو الباكت ايجابي ولا سلبي؟ والله هي ايجابي وسلبي في نفس الوقت. ايجابي طبعا اضافه كريستيانو رونالدو لاي فريق اضافه ايجابيه. سلبي ان هي اربكت شويه الصفقات اللي كانت ممكن تحصل وتسد الثغرتين اللي موجودين لحد دلوقتي. لكن سولشاير فنيا عليه علامات استفهام كبيره جدا. الفريق واضح ان التشكيله لازم تبقى 4-3-3 بدل 4-2-3-1. وهو اتكلم في مؤتمر صحفي قال انه هيحول التشكيله ل 4-3-3، واتفاجئنا انه في اخر ماتش ضد فيا ريال بيلعب برده 4-2-3-1 وحط بول بوجبا مع جنب ماكتوميناي في نص الملعب بدل ما يحطه جنب برونو يبقى الاثنين يمين وشمال. فلسه لحد دلوقتي سولشاير ما اتغيرش. اضافه كريستيانو رونالدو هو حتى اتكلم وقال ان كريستيانو رونالدو موجود معايا هو لحد دلوقتي اللعيب الوحيد اللي انت بتضمن معاه الفوز. اللعيب الوحيد اللي ممكن في الدقيقه 95 يسجل هدف يكسبك 3 نقط في دوري الابطال. اوت اوف ذا بلو الماتش كله ما كانش بيقول ان مانشستر يونايتد هيقدر ياخد الثلاث نقط. ما كانش فيه هجمات قبل جون كريستيانو. صحيح. والاداء كان سلبي جدا. لكن وجود كريستيانو فرق جدا مع مانشستر يونايتد. وبمناسبه كلام حضرتك على يوفنتوس، بونوتشي خرج في تصريحات كانت مهمه جدا واعتقد هي اللي كشفت السبب ليه يوفنتوس مستوى نزل مع كريستيانو رونالدو. قال لك ان هو في بدايه انضمام كريستيانو رونالدو ليوفنتوس فرق معانا جدا وبقينا نشتغل اكتر، لكن مع الوقت بقينا نضمن ان وجود كريستيانو رونالدو يضمن لنا الفوز بالمباريات. ده ادى ان احنا نتراجع في التدريبات. معقول؟ طبعا قال لك ان احنا بدانا انا عارف التصريحات بس بقول معقول مش مصدق ان ممكن لعيب يحصل معاه كده. التصريح عبطول لي شويه. قال لك احنا نفسنا يعني في التدريب المهاجمه كريستيانو رونالدو من اساطير النادي ده بيأثر عليه. يعني هو في مانشستر يونايتد عايش في بيئه محبوب شويه في مانشستر يونايتد عشان كده دايما بيلاقي نفسه في النادي. واختياره الاول كان مانشستر يونايتد. ما اعتقدش موضوع مانشستر سيتي ده لا كان بس جر رجل بالظبط. كان جر رجل مانشستر يونايتد. وهو دلوقتي لو شفنا لعيب زي برونو فرنانديز اول ما جه كان جايب صوره ليه وهو بيتفرج على كريستيانو في ايام 2008. فاعتقد اللعيبه دلوقتي مستمتعه بوجود لعيب زي كريستيانو رونالدو في الفريق. طيب خليني اروح